صباح الخير لكم زملائي الموجودين باستديوهات رام الله، صباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم اطلالتنا الصباحيه من محل الاجهزه الخلويه، ولكن المختلف هذه المره انها تديره السيده هي هدى خطاب. سنتعرف على تفاصيل قصتها لليوم من خلال فقرتنا، خليكم معنا. مشاهدينا رح نتعرف على هدى خطاب اليوم وفكرة إدارتها لمشروع محل إدارة الأجهزة الخلوية. صباح الخير هدى. صباح النور، أهلا وسهلا هدى. يمكن اعتدنا على وجود المرأة الفلسطينية في كثير من المجالات المتعددة والمتنوعة، ولكن تحديدا إدارة محل الأجهزة الخلوية أو أجهزة الجوال هو شيء جديد ويعني سابقة في المحافظات الجنوبية. خلينا نحكي عن الفكرة وكيف خطرت ببالك بالبداية. والله هو يعني أنا عملت دراسة جدوى لأكثر من مشروع، لقيت المشروع الوحيد اللي أنا ممكن أدخل فيه برأس مال سواء كنت كل ما أملك أو جزء هو هيكون لازم يكون غير قابل للخسارة، يعني أنه أو غير قابل للتلف، فلقيت هو هذا المشروع الوحيد اللي لو صار كورونا، لو صار حجر، لو صار منع، لو صار حرب، لو شو ما صار بيضل في عليه طلب وما بينتهي. هو عبارة عن عرض لحملات لتنزيل أسعار، له تكنيك معين احنا بنمشي عليه صح بنحصل على نتيجة صح. فلقيت انه ما فيش احسن من الجوالات ومحل الجوالات وكل اجهزة الكترونية تابعة للجوالات احنا بنبيعها هون. يعني بنقدر نقول انه هدى عندها تجربة سابقة في الاعمال التجارية والمشاريع المتنوعة والمختلفة، لكن القرار النهائي وصل للاجهزة الخليوية بناء على رغبة ودراسة معمقة في هذا المجال. اكيد طبعا انا درست علم اجتماع، وبعد علم الاجتماع دخلت في دورات للماركتينج وسوق وقت لأكثر من شركة، فصار في عندي خلفية أنه وين المشروع الناجح، وين المشروع اللي قابل للنجاح، وين المشروع اللي فاشل تلقائيا يعني من قبل ما تفوتي. فلقيت هذا المشروع مع التعامل مع كذا لحالي ما بنجح. أنا لازمني شاب بالصيانة يكون شاطر، لازمني شاب في المبيعات يكون شاطر، لازمني بنات على الدائرة الإلكترونية يكونوا شاطرين يعرفوا يتعاملوا مع الزباين صح. يعني نجاح هدى مش نجاح فردي، هو نجاح بجهود جماعية وحثيثة، ولكن بدراسة هدى وبأفكار هدى كيف أنه هي تدير هذا المشروع. صحيح إحنا منظومة كاملة معتمدة كل واحد فينا على الثاني، ولكن إذا وجد رأس المال ووجدت الإدارة الصح بيكمل صح. هل كان فيه تخوف من نظرة المجتمع لأنه سيدة بتدير المحل، أو أنك أنت تتعرض لبعض المضايقات أحيانا، أو أنه يصير المحل أكثر للمشاهدة أنه إحنا بنشوف هالمحل اللي بتديره سيدة؟ شو كانت الأفكار وردود الفعل اللي أنت تلقيتيها؟ والله هو كان في كثير يعني انتقادات، خاصه الانتقادات السلبيه اللي كانت على السوشيال ميديا، مش الانتقادات داخل المعرض. داخل المعرض ابدا ما في انتقادات، بالعكس الكل مشجع، الكل بيجي يشتري، الكل بيجي يقول انا بدي كذا، لا بالعكس. اما الانتقادات كلها كانت بالتعليقات على السوشيال ميديا، وهذا الشيء بالنسبه لي غبار، يعني غبار في يوم صافي مش راح ياثر علي ابدا. طب نحكي عن الانتقادات الإيجابية، أو خلينا نحكي عن التعليقات الإيجابية فيما يتعلق بالمحل. قد ايه كان في دعم، قد ايه كان في تشجيع على انه انت تستمري، قد ايه في صبايا كان عندهم شغف انهم يتعرفوا على الطريقة اللي افتتحتي فيها مشروعك لتكوني قدوة لهم لم بلكي فتحوا مشاريع مشابهة؟ صحيح، هو تم التواصل معي عن طريق الصفحة على الانترنت وقالوا لي احنا من خان يونس، احنا من رفح، احنا من الجنوب، حابين نعمل، اعطينا دراسة الجدوى اللي انت عملتيها، قديش كلفك المشروع، هل اخذتي قروض ولا لا؟ قلت لهم لا ابدا ما اخذت قروض. أنا بديت بسيارة اشتريتها هي جديدة كانت، يعني موديل سنتا، خدتها تقسيط، خلصت حقها، بعد فترة لقيت إنه ما يعني رأس ماله مركون، فقلت أنا يعني ما بتلزمني، خليني أبيعها ومع شوية فلوس معي حطيتهم على بعض ودخلت في الموضوع وكملنا يعني الحمد لله، وهي ربك بيسرها وبتنجح. جميل كتير. يمكن من المشاريع اللي كتير رائدة وموجودة عندنا في المحافظات الجنوبية وبكل المحافظات هي محلات الأجهزة الخلوية بإكسسواراتها بكل متعلقاتها. كان في عندك تخوف أنه أنت تكون المنافسة عالية؟ قديش هو المختلف اللي راح تقدمه هدى بالمحل الخاص فيها لحتى يتألق كمان عن المحلات الأخرى بغض النظر إذا كانت الإدارة بتقودها سيدة أو رجل؟ شوفي هو إحنا أهم شيء مش المحل مش مدان، يعني مش مديون، وهذا شيء أساس النجاح.
لما انا بدي ابدا بقرض كبير وبيكون انا عندي راس مال قليل ويكون في عندي طلب قليل، هون انا حيجي عندي مشكله اثناء السداد. فلا انا الحمد لله دخلت من غير قروض، دخلت من غير ديون، هذا الشيء اسسني صح اني انا اكمل وما اخاف من اللي جاي. طبعا احنا حنعمل عروض تنزيل اسعار، احنا بنتفق مع التجار انه انا بدي انزل في تنزيل اسعار، انا اول شهرين ثلاثه عندي خطه تسويقيه ما بدي اربح، بدي اوفر للزبون اقل سعر واوفر له احسن منتج. لما يجي الزبون يقول لي انا بدي هذا الكفر، هذا الكفر مش موجود ولا بكل محل بغزه، لازم انا يكون عندي متوفر. لو بدي اعمل شو ما بدي اساوي لازم يكون متوفر. لما يجيني يقول لي رحت على المحل الفلاني والفلاني ما لقيت. هاي الافكار كلها هدى بتتطلب جهد كبير، بتتطلب تفكير، بتتطلب علاقات عامه، بتتطلب كثير من الجهود. قد ايه انت بتبذلي جهد لحتى تكوني فعلا حريصه على انه المنتج الموجود عندك بالمحل مختلف، على انه السيدات كمان اللي بيلجأوا لهي المحلات بالتحديد بيتلقوا افضل خدمه وباكثر راحه ممكنه؟ والله انا بتعب كثير لانه بدك تضطري تنزل على باص التوزيع، بدك تتعاملي مع التجار، في كل تاجر بتعامل شكل، في اللي بيقول لك انا بدي تكون فلوسي كاش حتى لو اخذت بضاعه مثلا مش مطلوبه بالسوق، بدك تكوني عندك فراسه الانتقاء، انت لما تنتقي صح بضاعتك اوريدي انت حتبيعيها باسرع وقت، ولكن في اجهزه مثلا قديمه كثير، خذي منها اثنين ثلاثه ونزليهم عرض، في اجهزه مثلا جديده كثير وعليها ضغط كثير، هذه خذي منها كمان اثنين ثلاثه، اما الاجهزه اللي بتكون متوفره بالسوق بشكل كبير، هذه نزلي منها كثير، لانه معروف انه حيجي عليها طلب، بس وين بيجي الطلب بالمستعصي؟ لما يكون جهاز قديم وما له اصلا اكسسوارات بيلاقيها عندك، بيلاقي قد الدنيا، هو مو قادر يجدد جواله بس قادر يجدد الاكسسوارات. اكيد. خلينا نحكي كيف هدى ببلش نهارها، بما انه هدى عندك اطفال، عندك التزامات يوميه، عندك حياتك الخاصه، كيف انت بتقدري توفقي بين هدى بين حياتها الخاصه وسيده الاعمال حاليا؟ ليكي انا امي سوريه، بسوريا عندهم طقوس معينه انه بيصحوا الصبح لازم الست تهتم بنفسها اولا، بعدين تنتقل للاطفال والزوج، فانا بمشي على نفس ما تربيت، يعني امي ربتني على هذا الاساس انه انتبهي لنفسك لستايلك لتنطلقي باقي النهار وانت مرتاحه من ناحيه نفسك، فبضل اولادك بتكملي معهم، بتكملي مع زوجك، بعد هيك بتروحي لشغلك، طبعا كله بيكون ورا بعض ورا بعض، بدك قوام تلبسي، قوام تجهزي فطور، قوام تجهزي اللبس، قوام يطلعوا على المدرسه، قوام تنزلي على المعرض، بعد شوي بدك تخلصي من المعرض بدك تقابلي زباين، بدك كمان دعايه واعلان، احنا بنشتغل بنسوق لمنتجات، بنعمل اداره صفحات الكترونيه، يعني انا اول صبيه بتشتغل شغلتين مع بعض، دعايه واعلان ومعرض جوالات. في رساله اليوم رح توصليها للفتيات كلهم اللي بيشاهدوكي، للفتيات اللي عندهم افكار مشاريع ويمكن شوي متخوفين او ما عندهم المقدره انهم يبداوا الخطوه الاولى، شو بتوجهي لهم رساله اليوم؟ بدي اقول لهم ما في شيء مستحيل، انا عمري 35 سنه دخلت بكذا مشروع ما فشل منهم ولا مشروع، كانت الظروف القهريه هي اللي تخليني اسكر انا بايدي، يعني احمل اتعب امرض، هو هذا اللي كان يخليني اسكر، ابدا ولا مره انتقيت مشروع وفشل، وكنت اغير المشاريع ضمن خطه، يعني انا في ناس بتشوف المشروع قدامها هون، لكن انا لما بدي انا انجح بدي اشوف المشروع هنيك بعيد بعد كم سنه، ما بدي اطلع قدامي بس انه انا اليوم شو بدي اربح، المشروع اللي بتدوري على الربح الذاتي فيه مبدئيا هو مشروع فاشل، انت دوري فيما بعد انت شو بدك تصيري. كيف دعم الاسره كان في هذا الفكر، في هذه الفكره، في هذه الخطوه بالتحديد؟ الحمد لله، يعني انا الي امي واختي هون وهن دعموني كثير، بس اهلي برا كلهم باوروبا وبسوريا وهيك، فعندهم عادي انه الصبيه تشتغل، بس بغزه انه يا لا ومدري شو هيك في البدايات، بس بتلاقي التشجيع بعدين. ايه لا مش انه ما تفتحي، انه خايفين علي انه شو كيف بدك تفتحي بين شباب وهيك، فقلت لهم انا بعرف انظم اداره معرضي صح، انا ما بتعامل مع كل الفئات اللي ممكن تضايقني، في لكل فئه شخص ممكن انه يتعامل، مثل ما شفتوا قبل بشوي انا جيت شيكت على الاجهزه اللي بدها تصليح، جيت شيكت على الاجهزه اللي بدها بيع، جيت شيكت على الاجهزه اللي تم بيعها، راجعت الحسابات وشيكت على المعرض، هلا انا بلقي الضوء على العاملين عندي كيف بدهم يكملوا. جميل كثير. طبعا احنا بدنا نتشكرك على استضافتك لنا اليوم، واحنا بنعرف انه جدولك مليان كمان، بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وانه فعلا كل الصبايا اللي مثلك يكون عندهم افكار رائده دائما ومتجدده ومتنوعه. شكرا كثير لك ويسعد صباحك. حبيبتي صباح الخير، اهلا وسهلا. طبعا مشاهدينا الكرام، الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الجوله الصباحيه التي تعرفنا فيها على هدى خطاب، صاحبه اول مشروع لرياده الاعمال المتعلقه بالاجهزه الخليويه في المحافظات الجنوبيه. هذه عوده لاستديوهاتنا برام الله، اليكم زملائي من جديد، يسعد صباحكم.